ترى الوقت في اصعب من الواحد اذا بده يخطب. في صور جوا يا شباب اللي هو مش معهم انه كله فيديو هلا. حاجتك. كريم، نحن كمجلس محلي في مدينة اللطامي وقفنا وقفة تضامنية مع الدفاع المدني ودعينا نشطاء الثورة في ريف حماة الشمالي للوقوف مع الدفاع المدني الذين هم أهلنا وأخوتنا وتكذيبا لكلام النظام والروس بأنهم هم إرهابيون.